بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على عزتي متابعي غصن البان. بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأسمى آيات التهنئة والتبريك لكافة المتابعين الكرام وكافة المسلمين في أنحاء العالم، متمنيا من الله تعالى أن يعيده علينا وقد تخلصنا من جائحة كورونا، وأن يوفقنا للوقوف في عرفة في مثل هذا اليوم، إنه سميع مجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.